باري؟ ميستي إذا أنتوا هون ردوا. يا ربي شو عم يصير معي؟ مين هي؟ يا ربي يا رب ما يصير شي لكونال. هدول الولاد أخي، إذا بتريد أسرع شوي أنا مستعجلة كتير. ايه مولي معك. ايشان صار مثل ما قلت لك. شوفي مولي، ليش عم تصرخي علي؟ كل شي عملته وعم تقلي ليش عم بصرخ عليك؟ قلت لك ما كان لازم تاخذ البنات لعند كونال على البيت بنوب. تعرف شو عملوا هلا؟ راحوا هنن وياه على بيته بدون ما يخبروا حدا. وانت بتعرف انه بهالعملة يمكن كونال يتعرض لصدمة. وإذا صاروا تعرض لصدمة ساعتها أكيد رح يطول كتير ليرجع يطيب، وما بعرف أساسا إذا رح يطيب. مشان هيك يا إيشان أنا قلت لك ما كان لازم تجيب البنات على بيت كونال ولا تتركهم معه أساساً. بس أنت ما عم تفهم علي. وهلأ صارت مشكلة، ما بعرف شو رح يتذكر كونال بعد ما يروح على بيته هو ونانديني، وشو ردة فعله. خلص مولي، أنا عن جد آسف، ما كنت متوقع أنه ممكن البنات ياخدوا كونال على بيته هو ونانديني. هاد الشيء اللي كنت من امبارح عم حاول فهمك يا على التليفون إيشان، بس أنت عصبت علي دغري بدون ما تفهم شو قصدي. يلي كنت خايفة منه هلأ صار. أنا آسف بس لا تخافي، يلا رايح لهنيك. لا إيشان لا، أنا رح أوصل. أنت هلأ بس روح على البيت وأنا رح أخذ كونال والبنات ونرجع. أنا بس متمنية إنه ما يكون صار شي صدم كونال. باري؟ ميستي؟
كونال؟ مولي؟ كيف عرفتي ويني؟ شو عم تعمل هون؟ وين موبايلك؟ ليش ما عم ترد عليه؟ أنت هلأ مريض ولازم تاخد كل الأدوية على الوقت، وأنا ما قلت لك ما تطلع من البيت، شلون هيك بتروح؟ يلا خلينا نروح، يلا يلا مولي. باري وميستي هلأ كانوا معي، ما بعرف إذا هن جوا ولا برا. كونال أنت انزل لتحت وجهز السيارة، وأنا هلأ بلاقيهم ومنجي. أوكي؟ باري، ميستي، وقفوا. شو كل هاد؟ انتوا ليش جبتوا كونال على هاد البيت؟ سألتوا حدا؟ أخذتوا إذني؟ فهموني ليش سويتوا هيك، احكوا. ماما، باري فكرت إنه بعد ما تجيب أبوه على هاد البيت يمكن يطيب ويتذكر كل شي ويعرف إنه هي بنته، خاصة إذا شاف صوره هو وأمه. وما فكرتوا إذا شاف صور أمه رح تصير حالته أسوأ وممكن تأذوه؟ بركي صار معه جلطة أو سكتة قلبية. إذا كونال تعب وصار معه صدمة شو منقدر نعمل له؟ جاوبوني باري، إذا صار شي لرفيقك شو رح تقدري تساوي له؟ يلا قوليلي. أنا لا، ما بدي أسمع ولا عذر ولا تفسيرات. امشوا قدامي هلأ، وبدي توعدوني ما بقى تعملوا أي شي بدون ما تاخدوا إذني، مفهوم؟ بوعدك بوعدك. لك أنتوا أولاد صغار، امشوا قدامي. منيح إنه مولي وصلت لعند كونال بالوقت المناسب، وإلا ما بنعرف شو كان رح يصير. بنتي طلعي عليكي فوي صافن، كتير شكله هادي، وهادي شي عم يوترني كتير. كونال، بترجاك حاجة تفكر، بيوجعك راسك، استرخي شوي، انت عم تتعب حالك. مولي أنا تعبان كتير، حسيت بشعور غريب لما البنات أخذوني على هداك البيت، وكأني رح أقابل بنت. ما بعرف شكلها وما عم بتذكر ملامحها، خيالات عم تطلع قدامي، حاسس حالي بعرفها من قبل. كونال، أي بنت؟ ما كان في حدا بالبيت. لا مولي، وشها كان مدور، وشعرها طويل، عيونها بنية، وهي كانت لابسة ساري وعجبينها في نقطة حمراء. كونال، أنت متأكد أنك شفتها من قبل؟ هذا اللي شاغلني، وين شايفة لهالبنت قبل؟
كونال، انت كتير عم تفكر، ما بيصير توجع راسك الا ما تتذكر بتكون شي قصة قديمة. مولي بنتي، ما صار موعد الدواء تبع كونال هلأ؟ ماما بس لحظة، كونال انت بتعرف هالبنت؟ مين بتكون؟ أنا بعرفها من قبل. تذكرت شغلة، مولي هي كانت متزوجة واحد كتير قاسي وكان يضربها، كان يضربها كتير، وأنا كنت أحميها منه. مولي أنا بظن إنه هي هلأ مو منيحة، أو صاير معها مشكلة، أو زوجها عم يضربها لهلأ، يمكن زوجها عم يخنقها أو عم يعذبها. هي عم تطلع قدامي مشان ساعدها. مولي نحن لازم ننقذها. مولي خلينا نروح. مولي بترجاكي قومي. كونال، كونال اهدى، بترجاك حاجة، حاجة تفكر. أنا ما بعرف شو عم حس، هذا بيعني إنه هالبنت بخطر. حبيبي أنت صار وقت الدواء تبعك، يلا خلينا نروح ناخده، وأنا بوعدك رح نلاقيها ونساعدها وننقذها سوا. بوعدك، أنت اليوم كتير تعبت حالك، يلا قوم معي. بترجاكي اسمعيني للآخر، أنا قررت أحكي بعد ما كنت مترددة. مولي أنا كتير مريضة وما بعرف من إمتى، بس اللي بعرفه أني ماني مطولة. أنا كنت دايماً أخذ منك، بس هلأ بدي أعطيك، وهالمرة أمانة، وأمانة كبيرة كتير. أنتي الوحيدة اللي فيكي تعطيها لبنتي حنان الأم. أنا رح أترك هالدنيا بس ماني خايفة، صدقيني يا مولي، أنا متأكدة إنك رح تهتمي ببنتي منيح، وما حدا غيرك بقدر أمن له. إذا قدرتي سامحيني مولي، كنت حابة أشوفك لحتى أعتذر منك وفرجيكي إني ندمانة، بس ما ضل عندي وقت. القدر قرر إنه ياخدني بكير، حسرة بقلبي إني ما قدرت أشوفك وإنك تسامحيني بحياتي، بس من هلأ ورايح بنتي هي بنتك. مولي هذا السي دي مسجل عليه صوت ناندين رفيقتك، هي أقرب رفيقة إلك. بس شو اللي عم تحكي؟ عم تقول إنها رح تموت وبدها ياكي تربي لبنتها. شو هاد مولي؟ ليش خبيتي علي الموضوع هاد؟ وهي بدها تعطيكي بنتها كمان. طيب قولي لي، ناندينه عايشه ولا لا؟ حاسس بشي عم يصير من وراي، عم تخبي علي شي. وين البنت الصغيره؟ لقيتيها ولا لا؟ مولي لا تقلي لي، لا تقلي لي انك بعتيها على دار الايتام. مولي ما توقعت منك تعملي هالشي، شو اللي عم تساوي انتي؟ هيك بتعملي بالبنت؟ مولي ليش ما جبتي لي سيرة عنا؟ كنا اهتمينا بالبنت سوا، كنا جبناها على هالبيت وعاشت معنا، أنا كنت رح ربيها، كنا تبنيناها بعد ما ماتت نانديني. يا مولي ماني عارفان ليش ساكتة وما بدك تجاوبي. انتي بشو عم تفكري؟ يلا جاوبي.
كونال اهدى وروق شوي، لا تضايق حالك ابني. لا ماما، مولي لازم تجاوبني. احكي شو القصة مولي، ناندينه يمكن ماتت، هي الروح الصغيرة شو ذنبها؟ احكي. كونال انا ماما، كنتي بتعرفي بقصة البنت؟ قليلي مولي وين رحتي بالبنت؟ هاي بنت صغيرة يا مولي، قليلي وين البنت؟ خلينا نجيبها لهون. ما بدك تقولي شي؟ هيك الصداقة عندك؟ انت كيف قدرتي؟ خلص بكفي. لا ماما، كنت مفكر لهي اللحظة انه مولي ما بتعرف وين أنديني، بس طلعت عم تمثل انها ما بتعرف. لك المسكينة عم تموت وانت ما بدك تحقق آخر أمنية إلها. ابني ناندينه عايش. ايه هي عايشة وصحتها منيحة وربت بنتها عقيدة وكله تمام. عن جد؟ ناندينه أمورها منيحة؟ طيب ليش سجلت هذا التسجيل وبعثت لك اياه؟ بصراحة سجلت هالسي دي لما كان وضعها خطير، هي فكرت انه رح تموت وما رح تطيب من مرضها، لهيك سجلت مقطع هالصوت على هالسي دي وبعثته لمولي. بس بفضل ربنا المخلوقة شفيت على الأخير وأخذت بنتها وراحت لمنطقة بعيدة وسافرت برات البلد يا كونال. هلا هن التنتين وضعهم كتير منيح، ما تضايق حالك. يا ربي ما بعرف شو هالشعور يلي إجاني، كتير خفت عليهم، حسيت روحي عم تطلع من جسمي. طيب فينا نروح نطمن عليهم؟ أنا آسف مولي لأني عيطت عليكي، ما تركتك تدافع عن حالك. ما بعرف شو صار لي بعد هالحادث، صرت بتضايق من أتفه الشغلة وضايقكن معي. آسف مولي، أنا كتير آسف. كونال شو عم تعمل بالمطبخ؟ إذا بدك أي شيء قلي. أنا بالخدمة يا مدام، وهي أطيب كاسة شاي أخضر، وهلأ خدي شفة صغيرة وقليلي إذا ظريف أو ظريف كتير ولا ما في أظرف من هيك. كونال هاد شاي أخضر يعني ما نو اختراع عظيم وما بده شيء، بتسخن شوية مي بتحط ظرف الشاي بقلبه، يعني ما في حدا ما بيزبط معه. لا لا لحظة واحدة، عطيني الكاسة. شو قلتي؟ ما في ولا حدا ما بيزبط معه؟ لحظة واحدة استني شوي. شو عم تعمل؟ كونال شو عم تعمل؟ شبك جنيت؟ قلي مين قالك تحط حليب مع الشاي الأخضر؟ هيك نزعت طعمة الشاي. شفتي؟ يلي بيعمل شاي أخضر ظريف فيه كمان ينزع طعمته، عرفتي؟ عطيني الكاسة هلأ. لا لا اعترفي انك غلطتي وقلي لي حقك علي، يلا قوليها. كونال عطيني الكاسة هلأ بتكبها على الأرض. يلا اعترفي. لك شو عم تعمل؟ ألو؟ مولي؟ شبكي؟ أنت منيحة؟ ليش عم تلهتي؟ شبكي، مع مين عم تحكي؟
ايه تفضل قول. انتي حكيتي مع كونال مشان الرحلة؟ مين هاد؟ مين عم يتصل بهالوقت؟ إيشان خانة. شو بدك يا إيشان؟ كنا مبسوطين ورايقين مع بعض وجيت قطعتنا باتصالك يا أخي. الوقت مو مناسب. أنا بعتذر كتير منك دكتور كونال، بصراحة أنا ما انتبهت على الوقت. طيب مو مشكلة ولا يهمك، أنت عزابي وما بتعرف. المرأة ما بتكون فاضية لزوجها كل الوقت، في وقت مخصص لكل شيء، خصوصي إذا كانت مرتك دكتورة وبتعرفها لمرتي مولي. عندها وقت لكل الناس إلا أنا، بس اليوم ما بعرف كيف حن قلبها علي شوي وحبت تدللني. كان الجو كتير رايق ورومانسي. أنا كتير آسف دكتور كونال، ما كان بدي أزعجكم بهالوقت، برجع بكرة بتصل. لا أبداً ما في مشكلة، أنا ما أقدر، أكيد في شي مهم وإلا ما كنت رح تتصل بهالوقت المتأخر هاد. إيه تفضل، شو هالشي المهم؟ بصراحة دكتور كونال أنا بدي أخذ البنات ونطلع على شي منتزه، والبنات حابين إنك تكون موجود معنا، هنن كتير بيحبوك. بصراحة مو بس أنت، الكل معزومين، تيتا، ماما راديكا والدكتورة مولي. رحلة مع باري وميسي. إيه بالأول لازم أخذ إذن من حبيبتي. المرة الماضية رحت بدون ما أخبرها، قام زعلت مني كتير وكانت حتضربني، لهيك لازم أخذ رأيها قبل أي حدا. خليك معي على الخط. إيه مولي، إيشان عم يقترح أنه نعمل طلعة، يعني باري وميسي وكل عائلتنا، نعمل رحلة قريبة، شو رأيك؟ منروح؟ كتير حاسس بالملل من قعدة البيت، على فكرة من زمان ما عملنا هيك طلعة، خلينا نروح وننبسط. شو قله؟ أوكي قله منروح. إيشان اتفقنا، رح أروح معك. شكرا دكتور كونال، رح خبر البنات فورا. أنا رايحة على المطبخ مشان جدد الشاي. طيب ليش إيشان ما اتصل فيني أنا؟ غريب كتير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.